بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في مصر وفي كل مكان، حلقة جديدة من برنامج الفرص الضائعة. الفرص الضائعة اللي بنتمنى انها ما تكونش ضائعة على شبابنا وعلى أولادنا وبناتنا. كل يوم في مصر بنتخلق وبتتولد فرص جديدة، نتمنى ان شاء الله من شبابنا ان هو يستخدم هذه الفرص ويستحقها لنجاح ونجاح أسرته ونجاح مشروعاته. اتكلمنا مع حضراتكم في 4 حلقات سابقة، كان عندنا 2 حلقات اتكلمنا فيهم في الصناعة في مصر. اتكلمنا في اولى حلقاتنا عن الاستثمار الصناعي في صعيد مصر، واتكلمنا عن المناطق الصناعية في صعيد مصر، وكان شرفنا في الاستديو رئيس جمعية مستثمري اسيوط ورئيس جمعية مستثمري سوهاج. اتكلموا عن الصعوبات والتحديات اللي بيواجهها المستثمر والصانع وصاحب المشروع الصغير والمتوسط داخل المناطق الصناعية في صعيد مصر، وحقيقة استعرضنا معاهم المشاكل والتحديات اللي بتواجه المستثمرين، وكان حقيقة بعض الرسائل السلبية اللي صدرت من ضيوفنا كنا نتمنى ان نسمع ردود عنها من السادة محافظي اسيوط وسوهاج او من ينوب عنهم في اعداد تقرير ومتابعة لما يحدث داخل المناطق الصناعية في اسيوط وسوهاج. طبعا كل منطقة صناعية بيبقى ليها مجلس إدارة برئاسة السيد الوزير محافظ الإقليم. أتمنى أن نسمع رد، لأن الحقيقة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أعتقد أن التنمية هي الأولوية الأولى، وتنمية الشباب وطريق الإصلاح بتنمية الصعيد من الحاجات المهمة قوي للحكومة الحالية. في الحلقة الأخيرة، ودي كانت تحديدا يوم 11/7، التقينا مع عضو في اتحاد الصناعات المصرية الدكتور محمود سليمان، والتقينا مع أحد أعضاء مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المهندس علاء السقطي، وكان هناك أيضا بعض الرسائل وبعض التوجيهات التي صدرت منهم للأجهزة التنفيذية في الحكومة. كان بعضها بيتكلم عن مشاكل التمويل وإزاي نقدر نحصل على تمويل جيد من خلال البنوك، والتعثر اللي حصل للمصانع اللي بعض أصحابها تعرضوا لإجراءات قضائية أعتقد إن هي شديدة جدا، وخلت كتير من أصحاب المصانع يهجروا هذه المصانع ويحدث شوية تعطل في التنمية. عايز أقول لحضراتكم إن منتظرين رد من السادة رؤساء مجالس إدارة البنوك الوطنية اللي بتتعامل مع المستثمرين ومع المصنعين، منتظرين رد من السيدة الفاضلة رئيسة الجهاز التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة السيدة نيفين جامع. نتمنى نتواصل مع حضراتكم على الهواء ومع السادة المسؤولين لحل مشاكل التنمية الصناعية والمستثمر الصغير والصانع الصغير في مصرنا الحبيبة. عايز أقول لحضراتكم النهاردة معانا موضوع ترددت كثيرا ان انا يعني اطرحه في حلقة من حلقاتنا، لما لهذا الموضوع من التباس عند العديد من السادة المشاهدين. بصراحة وجدت احد الشباب المتحمس في هذا المشروع، ولما درست ببساطة شديدة وبحثت عنه في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى النت، وجدت انها تجربة ناجحة جدا، وقررت ان انا النهاردة اتكلم في هذا الموضوع، وهو موضوع التجارة الالكترونية. كلنا بنسمع عن التجارة الإلكترونية والمواقع المشهورة على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى المواقع دي، بتخلينا احنا دايما نبقى متشوقين عايزين نخش على هذه التجربة، ولكن بيبقى في نوع من انواع التخوف من ان يحدث لنا شيء احنا ما نتوقعهوش. دايما انا بروح اشتري من محل معروف، من متجر مشهور، باخد ريسيت بايصال بما ادفعه، وباخد البضاعه بتاعتي وامشي. ولكن التجاره الالكترونيه تختلف، انا بتفرج على المعروض على النت، بتفرج عليه على صفحه العارض نفسه، وبالتالي انا بشتري عن طريق التليفون او عن طريق الفيزا، وبتوصلني البضاعه لغايه عندي. بعض الشركات بتتعامل في ده في مصر، ولكن حجم التعامل في مصر في التجارة الإلكترونية ما زال متواضع، وده اللي هنشرحه لحضراتكم بالتفصيل في حلقتنا النهاردة. ومن خلال تصريحات وزارة الاتصالات هنقول قد إيه حجم التجارة الإلكترونية في مصر. كمان معانا النهاردة شاب دخل هذا المجال في 2015،
وحقق نجاحات انا اتصور انها نجاحات غير طبيعيه في هذا المجال، مش بس لنفسه ولكثير من الشباب اللي بيشتغلوا معاه واللي بيتعاونوا معاه في هذا المجال، اللي قرروا كمان هم يخوضوا التجربه بنفسهم ويكونوا كمان هم مسوقين على شبكه الانترنت ويبقى تاجر الكتروني او تاجر عن بعد. النهارده هنلتقي مع الاستاذ محمد حسن، رئيس ومدير شركة دوكس للملابس الجاهزة، وأحد الرواد هذا المجال في التجارة الإلكترونية في مصر. كمان معانا أحد السادة المحامين هيكلمنا عن الموقف القانوني من التجارة الإلكترونية وما يحدث في التجارة الإلكترونية من بعض المشاكل وكيفية حلها. أطلق حضراتكم في فاصل قصير وأستقبل ضيفي العزيز الأستاذ محمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة دوكس للملابس الجاهزة. أعزائي المشاهدين، عودة لحضراتكم وبرنامج الفرص الضائعة. شرفني في الاستوديو الكوتش حسن، رئيس مجلس إدارة شركة دوكس للملابس الجاهزة. الكوتش حسن 13 فرع ملابس منتشر في المحافظات، اثنين في صعيد مصر، وانا انتمي لصعيد مصر وسعيد جدا وفخور ان شركة حضرتك تبقى موجودة في صعيد مصر. فخور ان شاب ما كملش 30 سنة قدر يحقق النجاحات دي، بداية من سنة 2015 وبرأس مال انا هتكلم عنه، بس انا الاول اقول لحضرتك منور الاستوديو، منور قناة LTC، اهلا وسهلا بيك. كلمني عن التجارة الالكترونية. الانترنت عامة هو دلوقتي الصناعة اللي داخلة، يعني احنا حتى مش في شركتي بس في كل الشركات بقينا بنعوض الوظائف اللي هي الروتينية بالالكترونيات، يعني مثلا ببرمجة، يعني في محاسب بقى بيتشال وبيتحط برمجة، بقى في اجهزة هي بتعوض الموظفين. اذا التجارة الالكترونية هي اللي هتكبر، هي اللي هتنتشر، ودلوقتي حتى اغنى اغنياء العالم ما بقاش بيل جيتس، ما بقاش الناس العقارات، ما بقاش الناس الاجهزة، لا بقى الناس اللي علاقة بالويب سايت زي امازون، زي اشترى سوليد كوم. البراندز الكبيره كلها دلوقتي معتمده على الويب سايتس. التجاره الالكترونيه بتعمل فلوس كتير جدا لاي حد بيبدا فيها، بس لازم يكون بيتدرب عليها. بشتغل فيها تسويق، بشتغل فيها بيع، بشتغل فيها فريلانسر، ايا مكان ايه هو، اهم حاجه يكون بشتغل اونلاين وانا فاهم بعمل ايه. طيب كوتش حسن، وهم يعني اطلقوا عليك هذا اللقب ليه؟ يعني تاريخك في تدريب شباب مصر على التسويق الالكتروني والتجارة الالكترونية. عايز اعرف الفكرة العبقرية اللي جات لحضرتك انك تختار التجارة الالكترونية وتختار شركة دوكس وملابس جاهزة، وتقدر تصنع داخل مصانع جمهورية مصر العربية وتقدر تبيع في محلاتك وفي فروعك، قولي الفكرة دي جات ازاي؟ هو بداية انا بدأت الشغل ده، التجارة الالكترونية جواها كتير قوي بيزنس، جوه بيع مباشر، يندرج تحت التسويق الشبكي، تسويق متعدد الطبقات، وكذا شغل تاني كتير قوي. تمام. انا كان عندي سايبر، كان عندي محل نت انترنت كمبيوترات وحاجات كده، فانا من زمان لي علاقه بالانترنت. ولكن لما بدات في 2010 في شركه ماليزيه، كان ليها اخطاء كتير جدا وعيوب كتير جدا. انتقلت منها لشركه تونسيه، بعد كده جربت، كان عندي 23 سنه فتحت شركه، قعدت 6 شهور وفشلت فشل ذريع فيها. قعدت سنه ونص بدرس ازاي اعمل حاجه شبه بره، شبه يعني بطريقه الشغل بره مصر، منتج حقيقي، عموله عاليه، ازاي يتم تدريب الشباب على حاجه منطقيه. فبدات اشتغل. الاول كانت الاول ما كانتش ملابس اصلا، الاول كانت عباره عن كروت تخفيضات فقط، وكانت باور بانك اللي هو الشاحن ده. شويه شويه بدانا نفهم، بدات افهم اللبس، بدات اشتغل في اللبس، لقيت ان مكسب الملابس، كل الناس اللي بتشتغل في الملابس عارفه الكلام ده، بس ما حدش بيقدر يقول ايه هو بيكسب قد ايه. تقريبا مكسب الملابس بيبدا من 80% لحد 250%، يعني ممكن قطعه تكون 300 جنيه تتباع ب 300 جنيه. طيب انا لوحدي، يعني انا راجل بكسب لوحدي، ليه ازود على سعر المنتج عشان ادي عموله؟ طب ما انا المكسب اللي بكسبه ده اكسبه انا وكل الناس اللي حواليا كويس، هكسب قليل بس هبيع كميات ضخمه جدا كويس. اللي حصل ان احنا بدانا نشتغل الشركه كده بنفس الطريقه، اي حد يجي يشتري عندنا شويه منتجات ملابس بسعر السوق، بالكواليتي الطبيعيه جدا، بالخامات الموجوده في كل السوق، بيبدا يتعمل له حساب مجاني، والحساب المجاني ده هو اللي بيبدا عن طريقه يكون ارباح. بس ما حدش يبدا الشغل ده لا في دوكس ولا في غيرها الا لما يكون فاهم انه لازم يتدرب ولازم يمشي على نظام تدريبي، عشان كده بيتقال يا كوتش. طيب. غير ان انا الام دي او سي او بتاع الشركه، لكن انا بدرب الشباب دي ازاي يبيعوا المنتجات دي. لو مش ناوي تحضر
لا مش ناوي تدرس الشغل بتاعنا، لان احنا معانا من اول مهندسين ودكاتره وسباكين ونجارين بكل المجتمعات، من اول اسوان اسكندريه، من اول اسوان احنا عندنا 13 فرع بس عندنا في كل محافظات مصر شبكات من الشباب بتشتغل. يعني مثلا في المنوفيه ما فيش محل بيشتري من اقرب فرع ايه؟ طب الشباب دي بتشتغل ازاي؟ عن طريق تدريبات. طيب خليني بس انا قبل ما اخش في تفاصيل الحدوته اسال حضرتك سؤال بسيط، هل فكره التجاره الالكترونيه والتسويق الالكتروني لقت قبول عند المصريين في بدايه عملك؟ وحضرتك شرحت ان انت في 2010 بدات هذا البيزنس. هو في 2010 زي 2014 زي 2018. تمام. اللي بيحصل في مصر بيحصل في كل الدول، يعني لو دخلنا على يو اس اي، دخلنا على يوروب، دخلنا على اي حته بتشتغل نفس المجال هتلاقي برضو ليه ناس بتعدي. ليه؟ انا ما ينفعش اجيب حد مرتبه خلينا المصري 3000 جنيه 4000 جنيه 5000 جنيه بينزل يكمل مواصلات طول اليوم، بيطلع عينه، بيسافر، بيروح بيجي، في مدير، في ميعاد حضور وانصراف، في بصمه، في خصم، واجي اقول له بدأ 9 10 ساعات في اليوم هتشتغلهم دول، هتشتغل 5 ساعات في اليوم وهتعمل 10 اضعاف مرتبك. ده مستحيل. مين هيصدق ان هو يشتغل اونلاين حاجه على النت عن طريق دايره معارفه، يبيع منتج في محلات ويشارك الشركه، وبدل ما يكون مرتبه 4000 ياخد 40000؟ ده مستحيل. ففي مصر زي اي حته في اي عصر، 2010 زي 2018. طيب الكوتش حسن، يعني انا همنا في هذا البرنامج هو الفرص الضائعه على شبابنا. نتمنى ان تكون التجاره الالكترونيه دي ليست فرصه ضائعه، وتكون فرصه تستحق منهم الكفاح والتدريب والعمل بجد عشان يوصلوا الى مكانه حضرتك وافضل كمان من كده، لان احنا محتاجين شبابنا ينجح. نجاح هذه الامه لن يحدث الا بنجاح شبابها في القطاعات المختلفه، زراعه، صناعه، استثمار، تجاره، زي ما حضرتك قلت. ازاي حضرتك تقدر تفيد الشباب النهارده في 2018 من تجربتك كشخص لم يتعدى عمره ال 30 سنه وقدر يحقق النجاحات اللي احنا بنتكلم فيها؟ طيب في البدايه انا لما باجي اكتر الاول اكتر حد بقى زعلان عليه الشاب اللي هو قاعد كل مشكلته اصل حاله البلد، اصل الفلوس، اصل احنا كان هو في 2010 كان الدولار كان ارخص من كده، وبرده كنت بتشتكي من حاله البلد. انا بدات في 2015 زي زيك شاب عادي براس مال هنتكلم فيه، عملت شركه في الوقت اللي كان كل الناس بتحاول تقفل شركاتها، اللي عنده فرعين بيقفل فرع، اللي عنده شركتين بيقفل شركه، اللي عنده 7-8 موظفين بيخليهم اثنين، تقيل عماله. الشباب عشان تشتغل في الموضوع ده، وبالدليل هي فعلا فرصه ضايعه كبيره جدا على الشباب، انا ما بشتغلش غيرها. ما بشتغلش غيرها، كل الكيان اللي قدامهم ده ما بشتغلش اي حاجه ثانيه، لا عندي عناير ولا عندي شركه سياحيه بس فقط التسويق الشبكي التابع للتجاره الالكترونيه. طيب كوتش محمد، انا عايز بس انوه ان الاتصالات مفتوحه لجميع الساده المشاهدين لمناقشه الكوتش حسن في فكره التجاره الالكترونيه، وفي مناقشتنا احنا شخصيا فيما يتعلق بالفرص الضائعه عن شبابنا وعن اي اسره بتبحث عن فرصه عمل جيده. احنا النهارده معانا نموذج في الحلقه الخامسه، الحمد لله قدرنا نلاقي نموذج يقول لنا ان الفرص ما زالت موجوده ومتاحه. الكوتش حسن، انا عايز اسالك سؤال الحقيقه برضو انا محيرني. قريت في بحث من البحوث ان التجاره العاديه تستهلك مصاريف تسويق وبيع تقريبا 11 دولار للسلعه اللي ثمنها تقريبا 100 دولار، ولكن اذا دخلنا في التجاره الالكترونيه فالقيمه اللي بتستهلكها هذه السلعه للبيع فقط 1 دولار. يعني النهارده المصنع او البائع ممكن يوفر 10 اضعاف اللي بيدفعه وهو بيتاجر تجاره الكترونيه. انا الحقيقه يعني هذه الفكره وصلتني، لان النهارده التاجر عشان يعمل محل يبيع فيه مره عايز خلو وعايز مش عارف ادار جديد وعايز فرش وعايز ديكورات وعايز عماله وعايز سيستم للاداره نفسها واداره جوده واداره ماليه واداره اتش ار، يعني قصه كبيره قوي ومعرض طبعا لخسائر كتيره جدا ومصاريف بتزود الاوفر هيدز على السلعه نفسها. فده اللي بيخلي السلعه تتباع تكلفه بيعها 11 دولار في حين ان هو لو اشتغل تجاره الكترونيه تكلفه بيعها تقريبا 1 دولار. قول لي انت استفدت من الفكره دي ازاي، بس بعد ما ناخد مداخله من عبد الرحمن من محافظه المنيا الصعيد. اهلا وسهلا يا عبد الرحمن، معاك استاذ عبد الرحمن. ايوه اتفضل، معاك على الهواء، اتفضل. تمام، عبد الرحمن جلال معاك من محافظه المنيا. انا شغال في شركه دوكس بقالي 9 شهور.
اهلا وسهلا. اهلا بيك. هو بس يكون الكوتش موصيك تتصل بينا. لا 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 والله انا اول ما قلت المداخلات مفتوحه فانا اتصلت على طول. طب اتفضل يا عبد الرحمن، قول لي يعني انت عايز تكلمني عن ايه الاول؟ انا بس كنت عاوز اتكلم في نقطه اللي هو بيتكلم فيها كوتش حسن. ده فعلا حقيقه احنا بقى لي 9 شهور في الشركه، انا كنت شغال في مجال الكمبيوتر في محطه المنيا، فاحنا عشان مثلا نجيب السلعه بسعر كويس كانت السلعه بتعدي على اكتر مثلا 15 تاجر، فعمال ما السلعه بتوصل لنا لو عرفنا نكسب فيها 10 جنيه 20 جنيه بنبقى مبسوطين جدا يعني، وما بنعرفش كمان نكسبها. زائد ان ايجار المحلات اغلى كمان من القاهره، يعني في القاهره ممكن تلاقي محل ايجار مثلا 1000 جنيه احنا عندنا بيبقى 2003، فبتبقى الاسعار متفاوته، ما كناش بنعرف نكسب. لكن بصراحه يعني كنتش حاجه نفكر في الصعيد، والناس كانت بتنزل لنا من بورسعيد والقاهره عشان تقعد معانا وتدربنا وتعرفنا ازاي نسوق، وبدانا وعملنا اتيام تسويقيه، ودلوقتي الحمد لله انا عندي تيم تسويقي من القاهره لحد برضه اسوان. فالحاجه دي يعني ميزتنا فعلا في مستوى الاجتماعي، ورفعت المستوى الاجتماعي والمستوى المادي بالنسبه لاصحاب المشاريع اللي حوالينا. يعني احنا طيب عبد الرحمن انا عايز اسالك، معلش عايز اسالك، انت ليك قد ايه بتشتغل في البيزنس ده او التجاره الالكترونيه دي؟ انا بقى لي 9 شهور بس، لكن في مجال الكمبيوتر كنت شغال اكتر من 5 سنين. ما عملتش يعني 25% من اللي انا عملته من دكس. 9 شهور والحمد لله، يعني ربنا موفقك في الشغلانه دي. جدا طبعا. طيب. زي اقول لك احنا لا علينا عبء ايجار ولا علينا عبء مثلا بضاعه، احنا جبت بنسوق الكتروني بس والارباح بتنزل لنا كل اسبوع. تمام. مفيش مشاكل بتحصل معاك مع الزباين يا عبد الرحمن؟ انت عارف الصعيد دمهم حامي. عارف، بس احنا بنبيع يعني منتج اساسي، فهو كده كده الصعيد دلوقتي مفيش حد بيشتري لبس شعبي، يعني كله بيلبس لبس براند، وانت عارف الصعيده برضه بيحب يتمنجهوا يعني. اكيد طبعا الصعيد احسن ناس. شكرا عبد الرحمن، تحب تضيف حاجه للكوتش؟ شكرا، بس انا احب اشكره على الفكره العظيمه اللي هو عملها لنا. شكرا يا حبيبي. كوتش حسن، هو جاوب حضرتك على السؤال بتاع التسويق الالكتروني. مفيش لا ايجارات ولا مصاريف ولا اي حاجه. بالظبط. كوتش حسن، عايز اسال حضرتك على حاجه. دايما الشركات الكبرى، وانا حسن نفق طبعا من الشركات الكبرى بالكلام اللي احنا سمعناه دلوقتي والسي في القوي لشركتك، بيبقى ليها حاجه اسمها المشاركه المجتمعيه. طبعا. تبرعات، بعض المشاريع الخيريه. عايز اعرف دوكس كشركه كبيره في التسويق الالكتروني، ايه المشاركه المجتمعيه اللي بتعملها؟ احنا في حاجات مشاركات مجتمعيه معلنه وفي حاجات مش معلنه. المعلنه شيء بيني وبين ربنا وبين رجالتي وبين ربنا. طبعا. لكن المعلنه تحت منظومه جوه دوكس اسمها دوكس الخير والامان، عندنا قسم خاص اسمه دوكس الخير والامان. ده شهر فبراير ومارس وابريل كان ماسك الغارمات. قصه الغارمات قبلها كانت الجوازات الواقفه على مبالغ اقل من 10000 جنيه. كل 4 شهور، كل تلت سنه اللي هي يناير فبراير مارس ابريل، بنبقى ماسكين منطقه، بنشوف المنطقه دي المنطقه من الحياه، مش منطقه سكنيه، منطقه من الحياه. عندنا مثلا غريبات، عندنا بنت بتتجوز، عندنا لكن بقى في حاجات تانية اللي هي بقى التبرعات دي بتبقى حاجه خاصه بالرجاله وبالانسان. طيب. ما بحبش كيف ارقام. طب انا عايز اسال، هل المشاركه المجتمعيه اللي دور حضرتك والمسؤوليه المجتمعيه لحضرتك يدخل فيها تدريب الشباب؟ هو انا بعتبره ده مش مشاركه، بعتبره ده الواجب الاساسي في شغلي. يعني انا لما باجي اعلم حد من اولادي ما برضاش اقول له اصل انت ده مشاركه، لا لا، ده اجبار عليك، ان طالما الشخص دخل ده حقيقي، ده اي شخص دخل معاك في تدريبات 11 تدريب بصوتي على الموقع. بس لا تكتفي بيهم. انت زي جلال، جلال في المنيا، يا جلال انت المسؤول تعلم كل شخص انت بعت له المنتج. ليه؟ الشخص اللي اشترى المنتج ده ينقسم بندريكت تحت حاجه من اتنين، يشتري المنتج وروح زي ما حضرتك شاري اللبس ده اشتريته وروحت، او اشترى اللبس وقرر يشتغل وياخد شغل اضافي. يعني شغل اضافي هو اللي بيدربه. طيب. ده مش مشاركه، ده واجب. طيب خلينا 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 يا كوتش معلش نشوف جزء من الواجب اللي حضرتك بتقول عليه ده لتدريب الشباب على التسويق الالكتروني. عرضنا لحضراتكم بعد الفاصل. طبعا احنا كنا عايزين نسال الكوتش بعد ما شفنا الفيديو الرائع او التقرير الرائع عن تدريب الشباب، قد ايه الشباب واضح انك انت يعني محبوب جدا من هذه الفئه العمريه، لان طبعا انت بتمثل نموذج ناجح للشباب. كوتش محمد، انا بحثت شويه، عرفت حضرتك ابن لاحد الساده المحامين المرموقين رحمه الله عليه، ومن الصعيد مصر، والطبيعي في بلادنا في الصعيد ان دايما بندور على
الوظيفة الحكومية. أكيد كان في الأسرة نوع من أنواع القلق لحضرتك لما جيت تتخرج من كلية التجارة وتقول أنا هعمل مشروع. الوظيفة الحكومية لها استقرارها، لها رونقها، لها قبولها عند الآخر. لما تيجي حضرتك تتزوج، لما تتقدم لخطبة فتاة، دايما سؤال أنت بتشتغل فين. فأنا عايز أعرف ليه كوتش حسن يعني ايه الصعوبات اللي قابلته الاول، وايه كان راي الاسره لما هجر الوظيفه الحكوميه ومن الاول قرر ان هو ما يخشش هذا المجال. طيب في البدايه في معلومه منتشره غريبه جدا على النت ان انا تجاره، انا نظم معلومات ماليش علاقه بالتجاره خالص. ومن تانية ثانوي انا والحاج الله يرحمه كنا يعني في حاله تضاد دايما على طول الطريق في فكره ان انت تبقى بتشتغل في سلك وتطلع تترقى وظايف وكده. ليه؟ لان انا طول الوقت ببقى شايف ان ما شفتش بصراحه في حياتي موظفين الا في بعض المجالات، مش عايزين يعني نقول كذا او كذا، بترول كهرباء، هو بيطلعوا لارقام كبيره في مرتبات. بلس كمان ان الوظيفه بتحدد سقفك، يعني اللي بتعمله يوميا هتفضل تعمله طول عمرك. تمام. مهما اترقيت هيزودك 15% في مرتب وهيزودك مسؤوليات تلت. تمام. يبقى انا كده لا هكبر ماليا، ولا في يوم من الايام هاجي اريتاير او اتقاعد، مفيش حاجة هتطورني، عمري ما هبقى بقود مجموعة من البشر ناحية ان احنا كنا نحقق حاجة جديدة. بالعكس، انا هفضل طول عمري بروح المكتب ده او بروح الوظيفة دي عشان يا اما اختم ده، يا اما اقعد مع العميل ده، يا اما اقدم ده. لكن لما نيجي نبص على التسويق الشركي او نبص على المهن الخاصة عامة، كل يوم في جديد. اللي عنده سوبر ماركت بيروح كل يوم سوبر ماركت، بس عنده حاجة بيكبرها ويقدر يفتح فرع تاني ويقدر فرع تالت، ممكن يخلي سوبر ماركت هاب كبير وهكذا. طيب كوتش حسن، بس نستقبل اتصال من ضحى من محافظة بورسعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذة ضحى اهلا وسهلا بيكي. ازي حضرتك يا كوتش؟ معاكي. ازيك يا ضحى يا متولي؟ انا بس كنت متصلة عشان عايزة اوجه رسالة معينة للبنات او للسيدات عموما، ان انا بقالي حوالي 2.5 سنين بشتغل في الصناعة دي او في الشغل ده، وانا واحدة من الناس بدأت وانا بدرس وانا سني صغير، ولقيت ان المكان ده بيدفعني من قدام وبيدعمني جدا سواء ماديا او معنويا، والموضوع ما لهش علاقه تماما بانا سني ايه او انا بشتغل ايه او انا ساكنه فين او اي حاجه تماما، ما فيش اي شروط. بالعكس، ده هنا بيسهل لي كل الفرص او الطرق ان انا اقدر احقق حاجه او نجاح. والحمد لله في 2.5 سنين دول انا يعني بشكر ربنا ان هو اتعرض عليا فرصه زي دي، لان فعلا من خلال الفرصه دي انا قدرت ان انا اعمل منها فلوس كويسه واتطور، وكمان تساعدني في دراستي. يعني ما لقيتش ان في اي عوائق، بالعكس ده احنا هنا بتسهل الموضوع جدا جدا او سهلوا لي الموضوع جدا جدا. فانا بشجع كل البنات والسيدات عموما ان هم يدوروا في المجال ده ويسيرشوا عليه ويبداوا فيه ويقدروا يحققوا منه حاجه كويسه، لان ده مش هيلاقوا الفرصه دي في اي مكان تاني. بالعكس، اي مكان تاني دايما بيحطوا شروط وبيزودوا، بالذات المراه بتلاقي الموضوع اصعب، لكن هنا بالعكس اكتر مكان ممكن تلاقي فيه دعم للسيده هو في مجال زي ده وفي المكان ده بالذات. طب يا ضحى يعني فهمينا بالظبط يا ضحى انت بتعملي ايه؟ يعني ايه مجال شغلك مع التجاره الالكترونيه ومع دوكس تحديدا؟ دوكس تحديدا اول ما بدات فيها بدات من حوالي 2.5 سنين، قال لي ان المكان ده هيدعمك وهيخليك ازاي تقدري تتعاملي كويسه، وانت هنا هتبقي تيم ليدر وكوتش ومسؤوله وبتتقدري وبتتكرمي وممكن تعملي حاجه كويسه، لان شغل زي شغل. بس الفكره ان هنا معتمد اكتر على مجهودك وان انت تصبري وان انت تعملي حاجه كويسه وان انت عايزه مكان احسن، مش من الاخر بصه لنفسي في اقل حاجه او توصلي انك تعملي مصاريفك بس، لا انت هنا ممكن تقدري يبقى عندك طموح وان انت تعملي حاجه كويسه وان انت كمان تبقي كوتش وتتقدري. يعني في تقدير مادي وتقدير معنوي الاثنين موجودين. تقدير في الشخصيه بتتكسب جدا. طيب الكوتش بيقول ان كمان شخصيتك نفسها اتغيرت لما دخلتي في قصه. طبعا. طبعا 180 درجة. انا لما بدأت الدكتور كان عندي 20 سنة يعني. ضحى زمان كان لو اي شكرا حاجة. شكرا يا ضحى اتصالك. شكرا. كان بيكسف وتتخض ولو عادي ممكن تقول لها في تنين وراكي. عادي، طيبة جدا، كانت طيبة ما تعرفش حاجة، 20 سنة بنوتة في بورسعيد، كل التمام بتروح الكلية، تطلب الكلية تروح الدرس، فقط دي حياتها. النهاردة الله أكبر عليها تحتيها آلاف، بتعلم من الآلاف دول مئات، هي اللي ماسكاهم بنفسها في أكتر من 6 محافظات بنفسها. تطلع تسافر تروح وترجع بيت تنزل تشتغل، اخواتها معاها في الشغل. لا يعني الدنيا معاها اختلفت تماما في شخصيتها. طيب كوتش حسن، كلمني عن الشركه وقصص النجاح اللي انت قدرت تعملها
من خلال شركتك وشركائك من الشباب ليهم هم شخصيا. قول لي كده كام حاجه يعني، انا عايز افرح بنجاح اولادنا يعني، نفسي اسمع ده. حضرتك لو اتمشيت بس على البيج بتاع الدوكس اللي هي صفحه دوكس تمام، او صفحه فيجر، هتبقى تفرح تمام. يعني لما اقول حضرتك ان شاب مش عايز عادي، هو كلهم يعني رجالتي هوملس، هوملس يعني كان عنده مشكله في السكن، في السكن هوملس، شخص عنده مشكله في السكن ومشكله في المصاريف، و دلوقتي الله اكبر الله اكبر دخله كان ارقام عادي، دخله يتخطى فوق ال 100,000 جنيه شهريا. النهارده الراجل ده بدا دوكس وهو مرتبه 4,000 في شركه، النهارده بعد 3 سنين معايا دخل فوق ال 100,000 جنيه. هل العمل ده حظ؟ لا. صدفه؟ لا. طب هل ينفع قاعد في بيته ويشتغل؟ لا طبعا، لازم يتعلم وتعب وسافر واشتغل، وقع كتير وبنى تاني ووقع تاني وباع تاني، وجات له ناس قالت له احنا مش عارفين نشتغل، واحده واحده دلوقتي الله اكبر اسمه جاد الغازي، حد من الرموز اللي عندنا. شاب تاني كان بيشتغل في اعلام، شاب في الهندسه بيشتغل، لا خرج من كليه هندسه ان هو عشان ينزل تحت تدريب، لان هو هيبدا ب 1200 جنيه. النهارده الولد ده عنده فرع في المنصوره. احنا كمان غير ان احنا بنبيع المنتج وبنخلي الناس تشتغل في اكونتس ويعملوا ارباح، لا احنا كمان بنفتح لهم محلات مجانا. يعني هو بياخد محل بيوضبه وانا بفرش البضاعه، زي عمرو طنطاوي اتمنى نعمل مداخله ليه. عمرو طنطاوي كان مهندس، النهارده تخطى يعني هو ما يحبش الارقام بتاعته، ولكن طنطاوي فوق ال 20,000 جنيه في الشهر ارباح بكتير. وبنات عندنا، في بنات من اول 16 سنه و17 سنه، سيدات فوق ال 30 و40 سنه تمام. كل دول توتالي حياتهم اتغيرت بالكامل، فلوس، مستوى اجتماعي، علاقات، طريقه كلام، لغه جسد. في ناس كانت بتتكسف تقعد في وسط اربعه خمسه، النهارده بيقفوا على الستيج، بيقفوا قدام مسرح في 700 و800 في القاعه ويعلموا كل الناس دي. نفس الشخصيه اللي كانت من ستيج بتتكسف. كنت عايز اسالك على برضو حاجه دايما الناس بتبقى قلقانه منها. انا النهارده لما بروح محل واشتري سلعه، قانون حمايه المستهلك بيديني احقيه ان انا ارجع هذه السلعه من خلال 15 ل 30 يوم. بعض الستورز المحلات الكبيره بتدي 15 يوم وبعدها بيدي 30 يوم، وده بيبقى يعني ميزه تنافسيه. كل ما زادت فتره استرجاع البضاعه بتبقى طبعا ميزه تنافسيه جيده، وانا بشتري المحل اللي انا واثق ان انا لو ما عجبنيش السلعه دي هرجعها. وفي بعض المحلات لا تسال عن السبب، يعني ما يسالكش انت بترجع ليه. يعني انت بترجع الجاكيت ده ما يقولكش انت هترجعه ليه. ما فيش بقى في محلات اخرى يقولك لا ده ايه اللي كان ناقص فيه؟ زرار هنعمله لك، وزن ده لك. انا النهارده اشتريت من حضرتك من خلال شبكه الانترنت من التجاره الالكترونيه، اشتريت جاكيت، اشتريت بدله، والنهارده انا حسيت بعد اسبوع 10 ايام انها مش مناسبه ليا. ما هي الطريقه ان انا استرد فلوسي وارجع لحضرتك هذه السلع؟ بص، احنا عندنا في شركه دوكس ثلاث اقسام في البيع. القسم الاولاني اللي هو القسم الطبيعي، اللي هو بيتطبق عليه جهاز حمايه المستهلك، كاشر واحد دخل المحل زي حضرتك كده 14 يوم يقدر يبدل طبعا المنتج، يقدر يرجع فلوسه، ده وضع طبيعي طبعا. اللي هو دخل محلات دوكس اشترى المنتج ومشي، عمل اوردر من على النت، دي الطريقه الثانيه، عمل اوردر اونلاين من المحلات عادي بره فكره العمولات، يقدر يرجع المنتج برضه. لكن لما هو يكون دخل عن طريق الشبكه بيتكتب عقد جديد بقى خالص بره المنتج، بره اي حاجه. احنا هنرجع تاني لموضوع العقد، لان ده برضه كان مذكور في القانون الجديد لحمايه المستهلك وكان معروض على مجلس الشعب، هنرجع له بس لما يشرفنا الزميل المحامي. لكن انا في حد على التليفون بيلح ان هو يخش في مداخله مع حضرتك. عمرو طنطاوي من الدقهلية. المهندس ده الباشمهندس عمرو طنطاوي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا معاك يا عمرو بيه، اتفضل. ازيك يا كوتش، اخبار حضرتك ايه؟ حبيبي يا طنطاوي. الاول انا اسمي عمرو طنطاوي، عندي 26 سنه من المنصوره، خريج هندسه المنصوره دفعه 2013 تخصص ميكانيكا، وبقالي في دوكس لحد دلوقتي الحمد لله داخل سنتين اهوت. كنت حابب اعمل مداخله بس عشان حابب اوضح فكره البوكس بشكل عام للناس عامله ازاي، ان الموضوع مش مقتصر على قد ايه انا في جسمانه واحده او ان انا في سن معين او محافظه معينه. انا مبدئيا مش شخص قاهري، فالموضوع مش يعني محافظه المنصوره الموضوع مش متفتح زي القاهره، لكن لما الحمد لله بدات بوكس لقيت ان الموضوع بيختلف، مش في الفلوس بس، الحمد لله في عشرات الالاف دلوقتي بيعملوا فلوس في بوكس. بس الفكره كلها في فكره التغيير الشخصي، يعني انا دلوقتي بقالي سنتين في دوكس، موضوع تغيير الشخصيه بالنسبه لي كانت حاجه 25 سنه او 24 سنه اللي قبل دخولي دوكس، فعلا فعلا غيروا السنتين دول، غيروا
تفكيري كشخص، وبعد كده بيحصل بقى تغيير الفلوس. يعني احنا دايما بنقول احنا في البيزنس ده الحمد لله بنعمل فلوس كتير، لكن الاساس فكره تغيير الشخصيه، ودي الحاجه اللي احنا اتعلمناها من كوتش حسن. دايما بيقول لك اتعب 5 سنين في دوكس هتلاقي نفسك ترتاح بقيه حياتك، وده اللي احنا ماشيين عليه. طب يا عمرو انا عايز اسالك، انت قلت لي مهندس وكنت بتعمل في هذا المجال اللي انت درسته هندسه لفتره، ودلوقتي خلاص انت تفرغت تماما لمشروعك ولتجارتك الالكترونيه مع دوكس، واعتقد مع غيرها برضو، لان ده اعتقد ان دوكس يعني ما عندكش حاضر انك تتاجر الكتروني مع اي حد اخر. لكن قول لي انت سبت الهندسه نهائيا، يعني هذا الخير انت تخليت عنه ودلوقتي بتشتغل؟ هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. انا الحمد لله كنت اول ثانويه عامه في المركز بتاعي، مش في مدينتي بس، مش المدينه اللي انا فيها يعني، وكنت جاي هندسه بترول، بس انا كنت حابب الهندسه. فالموضوع مش فكره ان انا دخلت دوكس عشان ما نجحتش في الهندسه، لا، الحمد لله الحاجه اللي باخد قرار ان انا ابدا فيها بحاول اعمل اقصى مجهود. بس انا من سبب رئيسي دخولي دوكس مش موضوع الفلوس بس، لان الحمد لله ماديا كنت اقدر، والدي مهندس كبير جدا في السعوديه كنت اقدر اشتغل معاه هناك. بس فكره البيزنس دوكس مختلفة تماما، فكرة الإدارة وفكرة القيادة، إن أنت بتعمل حاجة بتتعب بيها وتشوفها بتكبر قدامك. وده اللي حصل معايا لما بدأت دوكس. خلال الحمد لله 3 شهور فتحت أول فرع ليا في المنصورة، ما كانش فرع كبير، لكن دلوقتي الحمد لله بقى لنا 2 أسبوع فاتحين فرع الحمد لله كبير جدا، فرع دورين في مكان مشهور. هي دي الفكرة الأساسية في دوكس، إن أنا مش فكرة ست الهندسة بس، أنا الهندسة هي كانت حلمي من صغري، لكن أنا بشوف إن دوكس فكرة مشروع متكامل. عشان كده احنا بنشجع الناس تعمل مشاريع، يعني احنا مش بنقول دوكس هي حكر على الشباب بس، لا، احنا بنقول لك تعالى اعمل نفس الفكره بس تطور من نفسك. يعني حتى احنا مش ضد الوظيفه، الوظيفه دي حاجه حلوه جدا وهي من اساسيات دوكس اصلا. يعني احنا عندنا اداره قويه جدا هي اللي مقومه دوكس، بنسميها هي 50%. طيب الخط اتقطع مع عمرو، بس واضح ان هو متحمس جدا للفكره. كوتش حسن، عايز بس اقول لحضرتك ان احنا عندنا هنا تصريح للسيده سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، بتقول انه لا توجد ضوابط للتجارة الالكترونية على شبكة الانترنت والسوشيال ميديا حتى الان، ولم يصدر قانون حماية المستهلك الذي سينظم التجارة الالكترونية ويضمن حقوق المستهلكين، ولا يزال هذا القانون في البرلمان، وهناك توجه لعمل قانون خاص بالتجارة الالكترونية وحدها، ولا احد يتابع ما يجرى من التجارة الالكترونية، فهي خارج سيطرة الدولة، لان القانون القديم لحماية المستهلك لا يشملها. وعند التعامل مع المواقع الإلكترونية الخاصة بالبيع والشراء يجب أخذ الحيطة والحذر، فإذا كان هناك ما يؤمن المستهلك بالحد الكافي، وإلا فلا ضرورة للتعامل معها من الأساس. فيجب التأكد أن البائع له سجل تجاري وتابع لشركة معلومة ولدينا معلومات عنه. مدام سعاد الديب يعني بتقول أن التجارة الإلكترونية خارج السيطرة، لكن اللي هو عاطف يعقوب من جهاز حماية المستهلك بيقول ان التجارة الالكترونية سابقا، التجارة الالكترونية تسمى في القانون الجديد البيع عن بعد، وان البرلمان بيدرس هذا القانون، وان هذا القانون هيبقى طفرة في التنمية للمستهلك وايضا للبائع اللي هو بيبقى تاجر عن بعد. كوتش حسن، انا الحقيقة استمتعت جدا بهذا اللقاء، ولكن لدينا مئات الاتصالات والزميل المحامي موجود، وللأسف وأنا بعتذر له شخصيا الوقت داهمنا ولم نستطيع أن نقابله. فأتمنى من الكوتش حسن ومن دوكس أن يكون لنا اللقاء الأربعاء القادم في تمام الساعة 3، ونستكمل موضوع التجارة الإلكترونية. هيكون معانا الرأي القانوني، هيكون معانا أحد جمعيات حماية المستهلك إن شاء الله حتى على الهاتف، ولكن هذا الموضوع موضوع مهم، ونماذج النجاحات اللي انا سمعتها النهارده تخليني حريص جدا ان انا اكمل مع حضرتك، واسمع برضو نماذج لفشل وانت تحل الفشل بتاع الناس، لان في بعض الناس دخلت هذا المشروع وفشلت أكيد. وافلست، وحضرتك نصايحك ليهم ايه؟ ده ممكن ناخده في الحلقه الجايه. سعيد بحضرتك واهلا وسهلا بيك، ونورتنا في الفرص الضائعه. اعزائي المشاهدين، حلقة كانت عن التجارة الإلكترونية، ولكن الفرص الضائعة لن تضيع أبدا طول ما شبابنا متحمس وطول ما شبابنا حريص على النجاح. المداخلات اللي جات لنا النهاردة بتأكد أن شباب مصر ما زال مصر على النجاح. إن شاء الله من نجاح إلى نجاح، وإلى اللقاء الأربعاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.